من بعد ذلك سي محمد ديتي دو كوب دي ترون كنظن مع الرجاء، دو كوب دي ترون، واحد بقينا فيه في لافينال، واحد واحد نهزمنا فيه مع جديده جديد كان ضربات الجزاء، كان عبد بن الإله شيخه، الحفيدي وزكريا هاشمي اللي كانوا كان رياضر بن شيخه كان مع جديده. مع جديده. كؤوس العرش شكون اللي كان عنده الطعم ديالو اكثر؟ كنتذكر الاول كانت الرجاء الرياضي مرشحه، وكنت فزتو على الوداد في نصف النهائي بثلاثة لواحد. هذاك هو الكأس العرش اللي بقى لي في الأذهان. أنا حنت كنا لعبنا مع فريق الوداد وكنا منهزمين حتى الأخر، وجات ضربة الجزاء ديال حمزة بورزو اللي كان نسلم عليه من هذا المنبر هذا لأنه صديق ديالي حمزة بورزو، وماركا محسن متولي. كعارف محسن متولي يقدر يضرب لك ضربة جزاء في الدقيقة 94، ما عندوش المشكل. ما فكرتك شفا الماتش عاوتاني مع اسيك ميموزا ملي كنتو اسيك هي اللي ضربه ثاني في الاخر، في الاخر بكاخا الاخر، وما كتكونش عليه محسن معروف عليه حتى في لونطريمون في داك الشيء، فهمتيني، تيمشي بينالتي يضربو هنا ما تعرفش فين يضرب بينالتي. محسن ضربه جزاء يضربها في 94 ما عندوش مشكل.